والله قلبي معورني. بس الأجواء حلوة. الأجواء حلوة. أنا ترى من زمان على مباريات المنتخب. حضرت صراحة استغربت، أجواء عالمية حرفياً عالمية قاعد أتكلم. فحالاتنا نختمها بفوز. ربيع قلت لهم أنا كل مباراة منتخب بيجي. شو الأخبار؟ أخبار خير. شو رأيكم بالمباراة؟ المباراة على أعصابك. قدر الله ما شاء فعل. خلصنا مباراة وباقي 6 مباريات. نقول الشباب أدوا اللي عليهم في الملعب. شو رأيك بالأجواء؟ أجواء جميلة. جمهور شونه؟ على العالم كفي وموفي. والفريق؟ والله لحد الآن يبي له شغل أمانة. ولكن إحنا ندعم بالنهاية العلم. متعودين أصلاً يعني لعب زين ما لعب زين إحنا نحضر. وكلاعب قبل أعرف شنو يعني حضور الجمهور مهم بالنسبة لي. الأجواء وايد حلوة، تنظيم ترتيب. أنا جيتي من المصافط صراحة يعني صعقت من المشهد. قولي حق البنات اللي حضرون هني. لازم تيجون تدعمون المنتخب لأن كل ما يشوفونا يحسون يعني أحس إن كذي يبون يفوزون. روح معنوية. عشاننا. عطى باص تكمل. شو رأيك بالمباريات؟ أوروبية الأجواء. والله ما لازم الواحد ما يفقد لمن. ما يخالف هذه كرة. يوم لك يوم عليك. أنا أشوف إذا أنت لعبت بالمنتخب الكل راح يجي. أنا ألعب بالغبش لعبة الإعلام. أنزل الملعب. أنا عشان أشوف لك. أنزل الملعب تزف. بعد راسي حبيبي ننزل الملعب تزف انا وياك ننزل نزف يا مش منك ما يخالف منتخب جديد يمكن من زمان ما دش فيه منافسات نفس كذي نقول يعني هارد لك لهم في هذه المباريات وباقي 5 مباريات يا رب حظه وفر ان شاء الله في امان الله.